السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة عبد العال. النهاردة معانا طريقة دمج الملفات، يعني دمج الكتب بصيغة البي دي اف، يعني تدمج جميع الملخصات والمذكرات مع بعض قبل ما تخش الامتحان. يعني يفترض ان المراقب مش يقدر ان هو يشك فيك. هنغير اسم الملف ونحط اسم ملف كتاب الملف، فده هنحط كتاب المدرسة في الاول بصيغة البي دي اف. ازاي؟ هوريك ازاي دلوقتي. فقبل اي حاجة، قبل ما نبدأ، ما تنساش انك تدوس لايك وسبسكرايب عشان نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هخش على برنامج جوجل كروم. اول حاجه قبل ما نبدا، ان انت بتبقى محمل كتاب المدرسه اذا كان في اي ماده، مثلا انت عليك ماده جغرافيا او اي ماده، فانت فانت كنت فوق على السيرش ونكتب اسم الموقع دون، وموقع اسم بسيط بي دي اف ميرجي. بندوس هنا على البحث، هو أول موقع وباين جدا إن هو قصادكو. بعد كده، بعد ما خلصنا ازاي هندمج الملفات، هنا ندوس على شوز فايل فروم ديفايس من الجهاز، كان ندوس على ملف. بعد كده هندخل كلمة السر، ثواني. طب دلوقتي هو ظهر أمامي. بعد كده هدوس هنا هو عشان يظهر لجميع أنواع الملفات. فهنا مثلا أنا عندي ملف جغرافيا، فأنا مثلا هضيف معايا، أنا هاخد معايا العربي او جغرافيا، نضيف حاجتين على بعض بحيث ان الامر يبقى متساهل. ازاي؟ هقول لك ازاي. عندي مثلا هنا جغرافيا اهيت، مثلا ده انا كده اخترت ملف الجغرافيا. فهنا هيبدأ معايا ابلودينج، هيرفع الملف. فهنا حمل معايا ملف الجغرافيا، فانا بقى مش عايز ده. ماشي، انا دلوقتي بقى حملت كتاب الجغرافيا، يعني انا حطيت كتاب الجغرافيا الاول بحيث ان انا لو مراقب كتاب، قصدي انا اسف، يعني فتح الملف البي دي اف اللي هو انت كاتب عليه اسم الكتاب بتاع المدرسه، فتحوه مش هيلاقي على طول الملخصات انت كاتبها، لا هيلاقي في وش على طول كتاب المدرسه، وده بيزيد ليك انك مش هو هيقدر يعرف ان انت بتنقل ازاي وبتعمل ازاي، فهو هيعتبر انك بتفهم كتاب المدرسه. فكده انا مثلا هضيف اي حاجه عندي، زي مثلا عندي حاجات كتيره، مثلا قصه. مثلا انا ضفت القصه بي دي اف اهيت، دي الملفين بي دي اف، جغرافيا التنمية وفصل الأول هو زي القصة. بعد كده بكل بساطة بندوس على ميرج فايلز، وهنا بيبدأ يحمل معايا، وهياخد وقت لكن مش طويل خالص لأنه بيحمل بسرعة زي ما انتم شايفين. فنعدي التحميل ونرجع تاني. ودلوقتي رجعت لكم رجاله تاني، ودلوقتي الملف خلاص على وشك ان هو يخلص زي ما انتم شايفين. هو دلوقتي بيدمج الملفين مع بعض وقرب يخلص خلاص، فموضوع متيسر وسهل ومش هياخد اي وقت خالص. فاهم حاجه، ما تنساش انك تعمل لايك وسبسكرايب عشان نكمل بقيه الفيديو وتكون على روقان. بعد كده هنا هندوس على الداونلود فايل. اول ما ندوس على الداونلود فايل هيحمل معايا تحت تماما الملف. هل تريد تنزيل الملف هذا؟ ايوه تنزيل. فالملف هتبقى مش مساحته كبيره خالص. اوكي، منزل هنا. هنغير اسم الملف ازاي؟ تغيير اسم الملف ده يمكن يحتمل انك تغيره من على التابلت، وتقدر تغيره من على التليفون، لكن يفضل انك تغيره من على التابلت، ودي بتبقى طريقه بسيطه سهله جدا، فان شاء الله انزلها في الفيديو الجاي. فطريقه بسيطه جدا، وهقول لك ازاي ان انت تغير اسمه واسم الكتاب بالظبط. فالوقتي انا لو عايز اغير اسمه حتى من على التليفون، فهندوس على الملفات التي تم تنزيلها. دلوقتي ظهر قصادي الملف اهوت، هو اول ملف فوق اللي هو مساحه 13 ميجا بايت، يعني مساحه مش كبيره خالص. بعد كده ندوس هنا على اعاده التسميه، ندوس على الثلاث شروط دول اهوت، كان ندوس على اعاده التسميه. بعد ما ندوس على اعاده التسميه، هنا هيجي يقول لي امسح ده كله، وهنا هكتب مثلا اي حاجه عربيك تماما وما فيش اي حاجه غلط. فالموضوع بسيط وسهل. حسنا، دلوقتي كتب نفس الكتاب اللي معانا لكتاب المدرسه، فالموضوع سهل. فهنا هندوس هنا كده على طول، فهو هيفتح معايا على التليفون، وده نفس اللي هيفتح معاك على التابلت، بس انا اقول لك غير الملف مع التابلت. وده هتقول لي اعملها ازاي؟ اقول لك ان شاء الله في الفيديو الجاي، اقول لك ازاي نغير الملف وهنفتح الملف ازاي، ويمكن اقول لك طريقه نقل الملف على التابلت من غير شرقت، من غير شير ماي شير او اي برنامج تاني، بطريقه بسيطه جدا وسهله جدا جدا جدا، ولا تحتاج اي حاجه. فهنا عندي هنا كده زي ما انتم شايفين،
دلوقتي ده كتاب الجغرافيا زي ما انتوا شايفين. دلوقتي انا ضفت القصه، فين طب القصه من الحاج؟ انا عايز اشوف فين القصه. يعني الراجل دلوقتي لو مفتش جاري وشاف اول الكتاب هيلاقي الكتاب ايزي، كتاب تمام 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 يا باشا، انت كده راجل تمام مفيش حاجه. يعني انت بقى تنزل تحت خالص، لكن الراجل اكيد مش هينزل تحت ده كله، هيلاقي القصه زي ما انتوا شايفين، الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث وكله. يعني هو ده الكتاب تمام تمام تنزل تحت هتلاقي. فالموضوع سهل جدا ومفهوش اي صعوبة. فأهم حاجة ما تنساش انك تضغط لايك وتدوس سبسكرايب عشان تشوفني فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.